تالت نوع معانا بقى هنبدأ فيه أنواع الكب كيكس. إحنا عملنا 2 مافنز، هنعمل نوع دلوقتي من الكب كيكس، وده كب كيك بالشوكولاتة والبسكوت، بسكوت بالشوكولاتة اللي إحنا بنحبه كلنا اللي مش هقدر أقول نوعه. 1/4 كوباية من الزبدة الطرية، 1/2 كوباية من السكر الأبيض، بيضة، 1 معلقة من الفانيليا، رشة ملح، 1/4 كوباية من الكاكاو، 1/4 كوباية من اللبن، 1/2 كوباية من قطع الشوكولاتة الغامقة، تشوكلت شيبس، تشوكلت مفرومة، براحتكم خالص، و1/4 كوباية من الكريمة الحمضة اللي هي الساور كريم، وتكون متصفية من المية كويس جدا، و3/4 كوباية من الدقيق، 1/4 كوباية من الكريمة الحمضة و3/4 كوباية من الدقيق، 3/4 كوباية انت بس من الجنب بس. طيب ماشي. الفروستنج عباره عن 1/4 كوباية جبنه كريمي بدون ملح بدون اطعمه، و1/4 كوباية من الزبده الطريه، 1/2 معلقه من الفانيليا، 4 كوبايات من السكر البودره المنخول ناعم جدا، ومنخول كويس قوي، يعني هو ناعم ومنخول كويس قوي، 1/3 كوباية من البسكوت المجروش، والفروستنج بقى 1/3 كوباية من البسكوت المجروش، وعندي 1 صحيح للتزيين. أيوة، بسكوت شوكولاتة مجروش، بسكوت الشوكولاتة المجروش أنا بقول أهو. طيب دقيق، بسكوت الشوكولاتة المجروش، شكرا جزيلا. دقيق، كاكاو خام، دقيق، كاكاو خام، رشة الملح، تمام؟ اوكي. وبعدين هحط فيه العجان، السكر، الزبده، سكر وزبده، هحط معاهم البيضه والفانيليا بعد ما اشغلها وبتبتدي تشتغل شويه، هنزل عليها البيضه ومعاها الفانيليا. هنا حطينا رشه الملح والكاكاو والدقيق، هحط عليهم الشوكليت شيبس، ودول المقادير السايله، هحطهم برضو مع المقادير السايله ما عدا اللبن بيتحط في الاخر. الوصفه دي انا ما حطيتش فيها لا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا، ينفع تحطوا رشه اذا حبيتوا. يلا نقول بسم الله ونبتدي نشغل. مين معانا على التليفون؟ يا مدام نعمة. الو مدام نعمة، ازيك؟ الو الحمد لله، عاملة ايه؟ كله تمام؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، الحمد لله حبيبتي، الحمد اموري لله. بحب حضرتك جدا، ربنا يخليك، وبحب تسلم بجد والله. تسلميلي. حاولت اعمل كام حاجه كده من حضرتك بتعمليهم وطلعت تحفه بجد. طب الحمد لله رب العالمين، امور يا مدام نعمه، اتفضلي. الحمد لله، انا بسلم على حضرتك. تسلميلي. ان انا اتكلم مع حضرتك، والحمد لله شرف كبير ليا، وان شاء الله هبقى صديقه البرنامج ده. يا شيء يشرفني، نورتيني وشرفتيني، شكرا جزيلا. حطينا الزبده، حطينا عليها السكر، نزلنا عليهم البيضه والفانيليا، هننزل دلوقتي الساور كريم او الكريمه الحامضه، هشغل تشغيله واحده وبعدين هوقف، هنزل المقدار الجاف اللي هو الدقيق عليه الكاكاو عليه رشه الملح عليهم الشوكليت شيبس، هشغل وبعدين هبتدي انزل اللبن، واللبن بنزله واحده واحده لاني ممكن اخد المقدار كله وممكن ما احتاجوش وممكن احتاج شويه منه زي ما عملنا في الوصفات اللي قبل كده. تمام. ممتاز. هوقف، هجيب سباتولا، هنزل بيها كل الاطراف وألم بيها تحت عشان ساعات العجان ما بيوصلوش، هشغل تشغيلة واحدة كمان. مرة واحدة بس على سرعة عالية. يا مدام ماجدة، وأوقف وأطلع الصينية وأبتدي أرص الكب كيكس. مدام ماجدة، إزي حضرتك؟ الو مساء الخير. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، انت عامله ايه؟
والله الحمد لله. اتفضلي اموري. والله بصراحة أنا مش هكدب عليكي، أنا ما يعني ما كنتش بتفرج على البرنامج كتير، بس لما ابتديت يعني أشوف البرنامج أنت لافتة نظري جامد. تسلمي لي يا رب. حاجات جميلة يعني، أنا بعمل حاجات كتير قوي حلوة قوي برضه. تسلم إيديكي. أنا طبعا أنا كبيرة في السن مش صغيرة. ربنا يديك الصحة يا رب. بس برضه في تكات كده تحس إن أنت أما بتزوديها أو بكتسبها منك بتبقى حلوه قوي. تسلمي لي يا رب، ده من ذوق حضرتك ومكالمتك يعني على راسي من فوق. تسلمي لي. بس عايزه اسالك على حاجه لو سمحت. اساليني اتفضلي. انا عملت العيش اللي هو الاسكندراني الحواوشي. تمام. نشف مني جدا في البوتاجاز. درجه الفرن. الحراره قد ايه والمده قد ايه؟ 180. لا هو نشف وعملته بالظبط زي ما انت عملتيه. 180 180 ده مش زي ما انا عملت. 180 والمده قد ايه؟ على حسب، حتى انا سويته في فرن كهرباء يعني مش أيوة. في فرن الغاز. 180 والمده قد ايه؟ مده التسويه؟ على حسب يعني، هو خد بتاع تلت ساعه كده. ما هو طيب النقطتين دول اللي نشفوه يا مدام ماجده، هنصغر الحجم، هنقلل الحشو، هنحطه على درجة حرارة 200 وهنحطه ماكسيمم ربع ساعة، ده اللي نشفه من حضرتك، ولما تطلعيه هتغطيه على طول مباشرة بفوطة مطبخ نظيفة ومش مبلولة، ناشفة يعني ناشفة ونظيفة، عمره ما هينشف من حضرتك. اللي بيحبوا هاشش شوية يا جماعة يزود عليه الوصفة اللي عندنا ما حطيناش فيها بيكنج باودر، هيزود عليه رشة بيكنج باودر للي بيحبوا نافش شوية مش عيش مكتوم. عمره ما هينشف منك بعد كده يا مدام ماجدة، وبشكرك جدا لاتصالك. درجة الحرارة 180 دي بتاعت الكيك مش بتاعت المخبوزات، ومدة تلت ساعة نص ساعة دي كتير جدا على المخبوزات، بتنشف على طول مننا في الحالة دي. اوكي هتخلص من دي بس عشان اتقلبت مني. اوكي كده احنا عملنا الكب كيكس، هندخلهم الفرن اللي فوق عشان احنا فضيناه، درجة حرارة 180، الرف اللي في النص. اوكي يبقى الكب كيكس الشوكولاتة جهز.